على أثر التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية دعامة في الفترة الأخيرة وخاصة يوم 8 من هذا الشهر، والتي طبعا قالوا تضررت في عدة بلديات سواء بقطع الطرقات مؤقتا بما فيها السكة الحديدية اللي ضرت الجانبية وطرقات وطنية، ولكن أكثر بلدية هي كانت تضرر هي بلدية عين صفراء. هذه البلدية اللي مر فيها واد، واد معروف يعني كان كل فترة يعاود الفيضان تاع الوادي يسبب مشاكل. هذا ما كما نقول ما تسبب هذه المرة، لأن كثير من سمك مساكن غمرتها المياه وكذلك الأتربة والأوحال. وقول الحمد لله مهما كان الخسائر المادية تتعوض، ولكن كما نقول نترحم لأحد الضحايا مواطنين اللي كانت بعض أبناء المنطقة ربي يرحمه ويعزيه، وهذا مواطن من بلدية عين الصفراء. نقولوا كانت أقل الأضرار، لأن المواطن كان تفطنوا لهذه العملية وكانت في الصابعة ومشاو للسطوح وخرجوا المنازل تاعهم وتركوها. وهذه ظاهرة إيجابية بين المواطنين. أنا نقول طمع المواطنين والمدن الوهلة وحنا في اتصال معاهم، لان كانت المياه ما كناش قادرين ندخل في المراحل الاولى، ولكن اليوم راه يكون امكانيات كبيره متوفره. ونشكر كل المتعاملين جابوا بالامكانيات تاعهم، راه على قدم وساق لفتح المسالك هي كمرحله اولى، وفتح الطرقات ونزع الاتربه والاوحال سواء من المنازل او من الطرقات الرئيسيه. وانا نقول الحمد لله هذا المواطن على التفاهم تاعهم، على المساعده تاعهم، على الوعي تاعهم، اللي ما خلوش ينساقوا وراء اشياء اخرى. لان اليوم هذه ظاهره دائمه طبيعيه لا اكثر لا اقل. الماء جاب منسوب كبير وان شاء الله ربي يزيد لنا الماء، وهذا الماء اللي سبب لنا فيضان ان شاء الله كما نقول احنا نتحكم في المستقبل بامكانيات ونشوف بعض الاخطاء اللي كانت موجوده في هذا الوديان هذا. ولكن نقول بصراحه احنا دائما ندعو ونقول ان شاء الله ربي يزيد لنا الماء. نتمنى اليوم هو كان مطلب وكان دائما صلاه الاسخاب يكون عندنا الماء، هذا خير عطاهنا ربي، ما يكتبوش بلي نقمه، هو نعمه. حتى كانت بعض الخسائر نطمئن المواطنين بلي الدوله تكفل بابنائها، ما يبقى ولا واحد. الناس راحوا الاواني تاعهم، راحوا بعض الامكانيات سواء الحرفيين سواء بعض الموالين سواء بعض الفلاحين، كاين تكفل فيه لجنه تاع معاينه راهي تمشي وتعمل في العمل تاعها، ما كاينش طريقه اخرى. لازم ندير احصاء على اي اساس نعوض. الناس يقول لك التدخل تاع الدوله، تدخل ماهوش عفوا، تدخل الاولي هو فتح المسالك، ولكن التعويضات تمشي تدري على حساب الخسائر تاع كل واحد. وان شاء الله فيها التكفل، ماهيش المره الاولى، كانت كما نقول حرائق، كانت زلازل، كانت ظواهر طبيعيه. الدوله دائما وهذه الدوله نقول لك الملكه ولكن الوحيده اللي تكفل ابنائها في اوقات الصعاب هذو. والحمد لله كاين تظافر بين المواطنين اولا وبين المتعاملين بين المنتخبين بين المسؤولين. لما نشوف الحمايه المدنيه ونشوف مصالح الامن ونشوف الجيش الوطني الشعبي حتى بالمروحيات تاعو بالامكانيات تاعو، وقال واش تحتاجوا رانا هنا بالمساعدات. كاين خير، كاين الامر متواصل. المواطن ما يلزمش ينساقوا بعض الاشاعات المغرضه، لان اليوم كاين بعض المتحايلين يحوسوا يركبوا الموجه او يحبوا يستغلوا هذه الفرص. وهذه معروفين الناس هذوها، ماهيش اول مره. احنا اعانات ولا تعويضات تروح لمستحقيها، ما تروحش لواحد اخر. على هذا خلينا الاحصاء دقيق من ابناء المنطقه من تقنيين راهم يخدموا في العمل هذا، ويبقى العمل متواصل. انا مره اخرى والله بكل صراحه هذه الهبه التضامنيه وهذه اللي نلقاها في ولايه نعمه، وخاصه شفنا بلديه عين الصفراء، كل بلديه في الولايه راهي اتجاه طبعا في عين الصفراء. كل المتعاملين، كل المواطنين، السادة المنتخبين، نواب البرلمان، كل المسؤولين شفنا هذا العمل الايجابي. الحمد لله انا نقول فيها خير المواطن. ما يلزمش اليوم يتشائم، ما يلزمش يشوف بنظره تاع ياس وتاع كما نقول فاش وتاع احباط، بالعكس الدوله بجنبه. هذا خير تاع ربي عطاه لنا، لازم نقولوا نفرحوا وان شاء الله نقولوا هذا الخير هذا ان شاء الله يتواصل بكل صراحه ان شاء الله.